يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن طلاب في حلقة تحفيظ للقرآن. يقول نحن طلاب في حلقة لتحفيظ القرآن ونحضر مثل هذه الدروس، فهل من نصيحة لنا وفقكم الله؟ جزاكم الله خيرا، هذا طيب، خير إلى خير. تحفظون القرآن في أماكنه وتحضرون الدروس لتستفيدوا منها، هذا شيء طيب، استمروا عليه. نعم.